هو يدرك أن أخاها سقط بالحرب، هي تدرك أن أباها قد قتل عندما دافع عن المستعمرة، هو يدرك أن والدته قد ماتت من مرض صعب. هم مدركون أن شريك السكن مريض بسكتة قلبية ولن يعود مجدداً. أشخاص مع محدودية ذهنية يفهمون ما معنى موت. أشخاص مع محدودية ذهنية مثلنا جميعاً يشعرون بالمحيط الذي من حولهم، إنهم يشعرون بالحزن والخوف للأشخاص المحيطين بهم وردود الأفعال المختلفة، لكن أحياناً هم يفهمون فقط جزء من المحادثات بموضوع الموت. لذلك هم بحاجة لأشخاص معروفة لهم ليقل ويمرر المعلومات بالطريقة التي تلائم قدراتهم. كيف نقوم بذلك؟ تأكد أنه مع الشخص ذو المحدودية يتواجد شخص معروف له. حاول العثور على زاوية هادئة تحتوي على خصوصية. إعلام الشخص توجه إليه باسمه. عرفوا عن أنفسكم ووظيفتكم قبل تمرير الرسالة. تجهزوا لأن ردة فعل الشخص ممكن أن تتراوح بين اللامبالاة والحركة الزائدة، وحتى من الضحك للبكاء. تذكروا أنه من المهم قولي جمل قصيرة وصحيحة، مثل المتوفي اسمه مات ولن يعود مجددا. أحيانا يكون هنالك حاجة لتكرار نفس الرسالة باختصار لتتأكد أن الشخص قد فهم وأدرك. راقبوا ردة فعله وأجيبوا بطريقة ملائمة لها. إذا بدأ أنه لا يفهم اسألوه: تريد أن أشرح لك ما قلت؟ إذا كان ردة فعله بالتجاهل أو يستدير ويبتعد، اذهبوا معه وكونوا معه. قدموا معلومات إضافية بناء على أسئلتهم. امتنعوا من تقديم معلومات مغلوطة التي قد تسبب لمعتقدات وشائعات. تعزيز التركيز على الاتصال العاطفي الذي كان بين متلقي الخبر مع المتوفي بشكل حقيقي وملائم، مثل: هو أحبك، أنت ما زلت تحبه، هل تستطيع أن تحدثنا عنه؟ وهنالك الكثير من الطرق التي تستطيع أن تتذكره. أعلموا مستقبل الخبر أنه يستطيع المجيء لتوديع المتوفي بالجنازة أو بالذكرى أو بطريقة أخرى، مثل: تستطيع أن تقرأ من الكتاب المقدس، تحضير دفتر صور للذكرى، واستشارة أشخاص من البيئة المقربة على طرق أخرى للفراق حسب المتعارف عليه بالعادات والثقافة. لمعلومات إضافية عن تمرير الخبر السيء لأشخاص ذوي المحدودية الذهنية التطورية، تجدونه بموقع كيرين شلام تحت عنوان مخزن المعلومات والأبحاث. Thank you.